جولة إخبارية جديدة. قبل أن نبدأها نتحول مع حضراتكم إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الأمانة. نتابع. اتحاد السعودية، اتحاد مصر، اتحاد كل الدول العربية التي لها مهمة في هذا الموضوع ينبغي أن تتوافق وتعمل سويا من هذا. آسف سيادة الرئيس إذا كنت قد أطلت بعض الشيء، ولكن بعد الكارثة التي حدثت في الروضة لا أظن أن هناك متسع لفراغ أو متسع لتأملات جديدة. لنتوحد جميعا من أجل الإرهاب، لننفض عن نفسنا كل الحاجات الجانبية التي يمكن أن تشق وحدتنا، وحدتنا مهمة ومقدسة. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا معالي. مرة أخرى نطلب من الزملاء الإعلاميين مغادرة القاعة. طيب الآن كلمة معالي وزير الإعلام السوداني. تفضل طعمة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ الرئيس، معالي الإخوة الوزراء، السعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في الحقيقة نسير على ما قاله معالي الوزير رئيس الجلسة في الإعراب عن أسفنا وعن حزننا العميق تجاه الذي حدث في مسجد الروضة، ونشاهد ونراغب ونتابع ما يحدث في أرض الكنانة المحروسة من هجمات إرهابية متعددة النوعيات. تابعنا إذن مع حضراتكم جانبا من كلمة الأستاذ مكرم محمد أحمد الكاتب الصحفي رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، متحدثا عن ضرورة إيجاد صيغة توافقية بين الدول العربية مجتمعة لوضع خطاب إعلامي في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف بعدما طال الإرهاب الجميع وصولا إلى استهداف بيت من بيوت الله في الروضة التابعة لبئر العبد في شمال سيناء. تنطلق اليوم الجولة 8 من مفاوضات جنيف بغياب وفد الحكومة السورية عن يومها الأول، ومن المقرر أن تتناول المباحثات مسألة انتقال السلطة وصياغة دستور جديد عبر عملية تشمل الجميع يتخللها حوار وطني. كما من المقرر أن تناقش التحضير لانتخابات عامة بإشراف الأمم المتحدة إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب. من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا خلال كلمة توجه بها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مجلس الأمن الدولي، قال إن أي شروط مسبقة من أي طرف سوري لن تكون مقبولة خلال مفاوضات جنيف. سيدي الرئيس، مع افتراض وصول الوفدين إلى جنيف سنعمل على إدخالهم في محادثات جادة، وآمل أن ترقى لمستوى المفاوضات. وأود هنا أن أوضح شيئا، لن نقبل بأي شروط مسبقة من كلا الجانبين. وأود أن أوضح ما أقصده بشروط مسبقة، ألا وهو قيام أحد الطرفين بقول أنه لن يبدأ في المفاوضات مع الطرف الآخر إلا إذا فعل كذا أو قال كذا، وأتمنى أن يسمع كلا الطرفين هذه الرسالة. وأضاف ديمستورا أن الأزمة السورية هي الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة، وأن هناك فرصة حقيقية لعملية سياسية فريدة ظهرت من خلال خطة تدعمها الأستانة وعمان. هذه أزمة من أسوأ الأزمات في تاريخ الأمم المتحدة، وهي الآن تواجه فرصة الحل، فرصة حقيقية للتقدم للأمام نحو عملية سياسية فريدة. ظهرت خطة أوضح للتهدئة ووقف إطلاق النار وترتيبات فض الصراع تدعمها الأستانة وعمان بشكل كبير، ونرى بزوغا لتوافق دولي، ويجب أن نبدأ في ترتيب العملية للخروج بنتائج ملموسة تمكن السوريون من تحديد مستقبلهم بحرية. اتفق الرئيسان الأمريكي والفرنسي على دعم مسار مفاوضات جنيف بشأن سوريا باعتباره المسار الشرعي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وخلال اتصال هاتفي قال البيت الأبيض إن الرئيسين أكدا ضرورة مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في سوريا.
كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن رغبته البقاء في منصبه شريطة نجاح المشاورات الجارية بشأن عدم انخراط حزب الله اللبناني المدعوم إيرانيا في حروب ونزاعات إقليمية. وخلال مقابلة متلفزة دعا الحريري حزب الله إلى أن يوقف تدخله في شؤون الدول العربية الأخرى، مؤكدا أنه يظهر الحياد في الصراعات الإقليمية ولا يتدخل خارجيا، وأنه قد يستقيل من منصبه إن لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن. قتل 17 شخصا وأصيب 28 آخرون في هجوم مسلح على منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر إن مهاجمين اثنين أطلقا النار على عدة مدنيين قبل أن يفجر أحدهما نفسه، فيما نجحت قوات الأمن في قتل الآخر. هذا وقد أعلن ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وصفته وزارة الداخلية بالاعتداء الإرهابي. قتل 12 عنصرا من ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون خلال مواجهات مع قوات الجيش وقصف للتحالف العربي في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وقالت مصادر يمنية إن مقاتلات التحالف العربي دمرت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى مواقع للحوثيين غربي هيلان، مشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة عدد من المواقع. التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس. ووفقا لبيان من بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا، فقد اجتمع سلامة مع السراج لبحث عدد من نقاط إحاطته لمجلس الأمن وتنفيذ خطة العمل والتحضير للانتخابات المقبلة. واصل القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي متابعته لملف المتحف المصري الكبير، حيث التقى وزير الآثار خالد العناني لمتابعة الملفات المتعلقة بالقطاع ومنها الموقف التنفيذي للمتحف. بدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم زيارة إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان للمشاركة في الدورة الخامسة لقمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها غدا. ويصطحب شكري مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي للمشاركة في فعاليات القمة التي تعقد تحت عنوان الاستثمار في الشباب لتحقيق مستقبل مستدام، حيث تتركز النقاشات على تناول عدد من المحاور الرئيسة المرتبطة بقضايا واهتمامات الشباب الأفريقي. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تفعل كل شيء من أجل حماية المواطنين، مطالبا المجتمع الدولي بالتكاتف لمحاربة الإرهاب. وفي حوار مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أكد شكري أن الدولة استهدفت العديد من المواقع التي يتواجد فيها الإرهابيون في سيناء، وأن الدولة حاليا في مرحلة جمع المعلومات المتعلقة بحادث مسجد الروضة الإرهابي الأخير، موضحا أن الهجوم كان وحشيا وغير إنساني، خاصة أنه استهدف مسجدا يصلي فيه مدنيون عزل. وأشار إلى أن الحادث ترك أثرا عميقا ليس في مصر فحسب، وإنما في العالم بأسره بسبب العدد الهائل من الضحايا. وقد بدأت محافظة شمال سيناء إجراءات تسليم ذوي ضحايا حادث الروضة مساعدات مالية وعينية، حيث سلمت اللجنة أول مساعدات مالية والمقدرة ب10,000 جنيه لذوي الشهيد و5,000 للمصاب استلمها من حضر من ذوي الضحايا. وقال مدير مديرية تضامن شمال سيناء إنه يتم الآن إعداد قاعدة بيانات لتوضيح احتياجات كل أسرة، لافتا إلى أن جمعيات ومؤسسات أهلية عرضت القيام بمشروعات كبرى في القرية، ومنها رفع كفاءة المنازل وإقامة مشروعات صغيرة. وقد أعلن صندوق تحيا مصر عن تلقيه تبرعات مادية من المصريين بقيمة 17 مليون جنيه لدعم قرية الروضة. وقال المدير التنفيذي للصندوق محمد عشماوي إن التبرعات شملت 15 مليون جنيه نقدا وسيارتي مطافئ للقرية بقيمة 3 ملايين جنيه. وأشار إلى تلقي الصندوق عددا من المبادرات من الجاليات المصرية في نيويورك ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من الجاليات المصرية في الكويت والنمسا بشأن رغبتهم في التبرع لدعم قرية الروضة، وأنه يتم التواصل معهم لمساعدة أهالي القرية. ما تم جمعه إذن من قبل صندوق تحيا مصر يقدر ب 18 مليون جنيه.
استراتيجية شاملة تسعى الحكومة إلى إقرارها لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله من خلال تطوير البنى التشريعية وإدخال التعديلات اللازمة عليها. تلك التعديلات تشمل إدخال مواد لمواجهة الإرهاب الإلكتروني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل كيانات إرهابية. تطور النووي في العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، اتخذت من الدين ستارا تارة وهاجمت الدين نفسه تارة أخرى حين سمح الإرهابيون لأنفسهم بمهاجمة المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة. هذا التطور فرض واقعا جديدا يحتم تعديل البنية التشريعية اللازمة وإدخال مفهوم أوسع وأشمل لمواجهة الإرهاب، مفهوم يتجاوز التعامل مع المسلحين إلى مرحلة الجريمة الإلكترونية الذكية. اللجنة التشريعية بمجلس النواب تلقت مقترحات بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي لحصر الصفحات المتطرفة والتي تدعو إلى العنف، ويتزامن معها مناقشة لجنة الاتصالات لمشروع مقدم من الحكومة لمواجهة الجريمة الإلكترونية، خاصة ما يتعلق باستخدام المواقع والحسابات الخاصة لتأسيس جماعات إرهابية أو تمويلها. مجلس النواب منذ بداية عمله في يناير 2016 أصدر عددا من التشريعات الداعمة للجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب في يناير 2016 مع بداية العقد الأول. وفي أبريل الماضي وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوام الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. إجراءات مواجهة الإرهاب كللها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القرار رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف. أنا عايز أقول لكم إن اللي بيحدث في سيناء ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي إحنا بنبذلها في مواجهة الإرهاب اللي إحنا بنحاربه لوحدنا. مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل. استراتيجية شاملة تسعى الدولة لتدشينها لمواجهة الإرهاب تشمل إقرار بيئة تشريعية شاملة تتضمن مواجهة الإرهاب وحصر تمويله، بالإضافة إلى تقنين العوامل التي قد تؤدي لتنامي الظاهرة مثل تصدي الفتاوى الصادرة من غير المتخصصين وتنظيم الخطاب الدينية. في السياق ذاته شهدت مدارس قرية الروضة الابتدائية والإعدادية بشمال سيناء عودة جزئية للدراسة في أول يوم لها بعد حادث الروضة الإرهابي، وشهدت مدرسة الجرير الابتدائية حضور 24 تلميذا من بين 390 تلميذا مقيدين بالمدرسة. وجاء اليوم الأول للدراسة عقب الحادث الإرهابي بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم الذين قدموا بعض النصائح للتلاميذ لاستكمال مسيرتهم في مواجهة قوى الظلام والإرهاب. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها بعد قليل. تواصل فعاليات اجتماع مكافحة الإرهاب العابر للحدود بمدينة الغردقة. أهلا بحضراتكم مجددا. أعلنت شرطة الاحتلال مقتل 3 أشخاص في الانفجار الذي تلاه حريق في مبنى بالقرب من تل أبيب، موضحة أنها لا تزال تحقق في أسباب الحادث ما إذا كان عابرا أم متعمدا. وأدى الانفجار الذي وقع في محل لبيع أجهزة ومعدات في يافا إلى انهيار أبنية مجاورة. وقالت شرطة الاحتلال إن شخصين قتلا في المكان بينما قضى الثالث في وقت لاحق متأثرا بجروح أصيب بها. وذكر أطباء أن 4 أشخاص لا يزالون يعالجون من إصاباتهم. قالت الشرطة الأسترالية إنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 20 عاما يشتبه في تخطيطه لهجوم عشية عيد الميلاد في مدينة ملبورن الأسترالية. وأضافت الشرطة أن العملية الأمنية مستمرة لكن من غير المتوقع حدوث مزيد من الاعتقالات، مضيفا أنه من المقرر أن يمثل الشاب أمام المحكمة. أعلنت الأرجنتين أن وحدة إنقاذ أمريكية ستصل إلى منطقة بجنوب الأطلسي حيث فقدت غواصة أرجنتينية منذ 15 من نوفمبر الماضي وعلى متنها 44 من أفراد الطاقم. وقالت البحرية الأرجنتينية إن انفجارا وقع قرب المكان الذي اختفت فيه الغواصة في 15 من الشهر الجاري، مضيفة أن ما يزيد على 12 دولة لا تزال تساعد في أعمال البحث عن الغواصة الغارقة.
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى العاصمة البوركينية واجادوغو في مستهل جولة أفريقية تستمر 3 أيام وتشمل أيضا كوت ديفوار وغانا. ومن المقرر أن يلقي ماكرو خطابا أمام حشد من طلاب جامعة واجادوغو بعد لقائه الرئيس البوركينابي. وقبيل وصول الرئيس الفرنسي استهدف هجوم بقنبلة يدوية جنودا فرنسيين في أحد الأحياء الشمالية في العاصمة البوركينية واجادوغو. وبحسب مصدر أمني فإن رجلين ملثمين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على آلية للجيش الفرنسي، مشيرا إلى إصابة 3 مدنيين وتضرر عدد من السيارات في موقع الهجوم. تتواصل بمدينة الغردقة فعاليات اجتماع الشرطة الدولية الانتربول لمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول المقاتلين الأجانب، والذي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة عدد من الدول. ويناقش الاجتماع الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الانتربول بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية يبحث مكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود والجهود المشتركة للتصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب. نظرة تعكس مدى ما تتمتع به مدينة الغردقة من أمن وأمان، فكانت مقصدا للسائحين ليس هذا فحسب، بل لإقامة المؤتمرات الدولية ومنها اجتماع الانتربول المشترك لمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي انطلقت فعالياته بالمدينة، ويناقش على مدى 3 أيام التصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود. إن هذا الملتقى يسمو بحق بفلسفة ومنهجية تبادل الخبرات من أجل التصدي للإرهاب وتنظيماته التي تدرب المقاتلين وتمولهم وتوفر لهم الملاذات الآمنة والبيئة الحاضنة والتمويلات الباهظة، بل وتكرس لهم منابر السوق من منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليغرقوها بداعيات مؤيدة لهم تستقطب مقاتلين جدد عبر دول العالم. بالطبع إن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تفعيل التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية بأفضل الطرق ووضع آليات مستقبلية لمواجهة هذا الخطر، خاصة في مجالات تبادل المعلومات ومن خلال عقد اجتماعات للاستماع لاحتياجات الدول الأعضاء في المنطقة، ومن ثم يتيح للمنظمة تقديم الدعم اللازم لهذه الدول. كلمات ممثلي الدول في الجلسة الافتتاحية للاجتماع شهدت تأكيدا على أهمية تضافر الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب الذي لا يعرف وطنا ولا دينا، وتوافق الحضور على ضرورة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية العابرة للحدود. تبادل المعلومات ضروري بين جميع الدول العربية لمحاربة آفة الإرهاب، لأنه يجب أن نجمع بين النظرية والممارسة حتى نصل إلى الهدف المتوخى، وهو تجفيف منابع الإرهاب، هذا الإرهاب الذي لا دين له ولا لون له ولا جنس له، ولا يمكننا محاربته محاربة جادة إلا في إطار تعاون بناء دقيق وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في الحقل الأمني. نهدف من هذا الاجتماع الخروج بتوصيات فعالة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. الإرهاب أصبح جريمة لا تهدف فقط لتحقيق مكاسب ثقافية أو مكاسب سياسية أو مكاسب دينية، إنما بيهدف الآن لتقسيم الدول وتحويلها إلى ولايات. إصرار من جانب الدول المشاركة على الوصول إلى توصيات في ختام الاجتماعات توضع موضع التنفيذ وبأسرع وقت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لمجابهة محاولات انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود، والذين هم الوقود المغذي للإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء. تشهد العلاقات المصرية الصينية تقاربا استراتيجيا خاصة في المجال التجاري والاقتصادي على وجه الخصوص، وقد بدأت خيوط الترابط بين البلدين في التقارب منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا برؤساء مصر المتعاقبين وصولا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعتبر مصر والصين من أقدم وأثرى الحضارات في العالم، وتلقت الحضارتان على مر العصور تجاريا وثقافيا، ومع قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949 ونجاح ثورة يوليو في مصر عام 1952 تلاقت توجهات البلدين في الدفاع عن قضايا العالم الثالث،
حيث اعترفت مصر بالصين عام 1956 لتكون بذلك أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. وردت الصين الجميل بتأييد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956، كما أدانت الحكومة الصينية العدوان الثلاثي على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ووصفته بأنه وحشي وهمجي. كما تجسدت المكانة المتميزة لمصر من خلال الموقف الصيني من حرب أكتوبر عام 1973، حيث سارعت فيه بإعلان تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة. وشهدت العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الماضية تطورا في كافة المجالات، ففي عام 1999 تم إعلان إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وفي المجال الاقتصادي تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11 مليار دولار عام 2016. وفي عهد الرئيس السيسي تطورت العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين تطورا ملحوظا، فقد زار الرئيس السيسي الصين في ديسمبر عام 2014 حيث استقبله خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما تكررت زيارة السيسي لبكين أوائل سبتمبر عام 2015 للمشاركة في احتفالات الصين بالذكرى 70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2016 احتفلت مصر والصين بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات بينهما، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر. كما زار الرئيس السيسي الصين في سبتمبر الماضي للمشاركة في قمة مجموعة بريكس. ويرى متابعون أن علاقات مصر والصين الممتدة على مدار العقود الست الماضية قد أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية والاستمرار بسبب خلوها من أي تعارض في الأهداف الاستراتيجية لكلا الدولتين. ختام النشرة وهذا تذكير بعناوينها. مفاوضات جنيف الثامنة تبحث اليوم في غياب وفد الحكومة الانتقال السياسي وصياغة الدستور. وزير الخارجية في كوت ديفوار اليوم للمشاركة في قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي. تسليم مساعدات لأهالي ضحايا حادث الروضة، وصندوق تحيا مصر يتلقى تبرعات ب 18 مليون جنيه لدعم القرية. إلى الملتقى بإذن الله.